من الأصوات النسائية اللي تعاملت معها مجدة الرومي، نجوى كرم. بدي تحكي لي على تجربتك مع نجوى كرم كمان، لأنه في كيمستري أو كيمياء حلوة بينك وبينها. صحيح، أنا نجوى كرم تعني لي كمان كفنانة، كفنانة بالدرجة الأولى، كصوت قادر، كحضور حلو، وك كأغنية لبنانية أنا بنبسط فيها لما بتغني هيك، بتحس عم تغني من قلبها. ونجوى منا غريبة عن حدا، كل المقربين من نجوى بيحسوا نفس الإحساس إنه نجوى هي حدا منهم، وإني ينتمون إلها وهي بتنتمي لإلهم، وهيدي شغلة كتير مهمة. عملت أكثر من عمل، أعمالي مع نجوى كانت كتير ناجحة الحمد لله. الحمد لله، لأنه القلب من جوا صافي وصادق وبده يعطي من قلبه. عمرك سمعت رأي نجوى فيك؟ بسمعه على طول فيي، بتقلي اياهم دغري هي هلا دغري. رح سمعك هلا شيء. هلا ايه رح سمعك هلا شيء انت مش سامعه قبل. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي. نبره الصوت فيها هدير انهار، اغاني مجبوله بريحه الزعتر والطيون، مواقفه بتخبرك عن شموخ الارز والشربين، بيحكي من كل قلبه تيوصل عنص قلبك. ابن النخوه والمروي البقعيه واسترجع صدو، بيكون أول الحاضرين وما بيقبل إلا ما يصلح حيلا غلطة حتى لو ما بتعنيه. مش عم حزر حزورة ومش عم امدح لأتبجل، وحدك بهالصفات بتعرف إنه هيدا شاعر من قلب لبنان اسمه نزار فرانسيس. نص البلد بتكون لشاعر بفرجي هالقد صورة بلد حلوة، كيف بالأحرى نزار فرانسيس. بس كمان ابن عمي، اسمح لي بكل تواضع اني شاركك بالنص التاني، لانه مش رح اقبل حتى لو انت الشاعر اللي بنظري اعظم شاعر اسمه نزار فرانسيس خليه يعرف يحب لبنان اكتر مني. نجوى يا الله سبق غلبتني فيها. نجوى ما فكت نفسيه على انتمائها ووطنيتها، صح، ما بتقبل المنافسه، وعلى طول بتقول أنا بالأول، أنا قبل الكل. هاي النخوة الحقيقية. هذا اللي عم تحكيه نجوى عني، عم تحكي عن حالها بالوقت ذاته. نجوى عندها قلب عوسع وطن فعلاً.